الترفيه notamment entre l'Ukraine et la Russie, il y a la dégradation des sols. فعلى هامش المعرض الدولي للفلاحة اللي كيتقام تحت رعاية سامية لجلالة الملك حفظه الله، هذه الدورة ديالو 16 واللي الموضوع ديالو هو المناخ والفلاحة والعمل على إيجاد أنظمة إنتاج اللي تكون مرنة ومقاومة للتغيرات المناخية. هناك واحد يعني برنامج غني ديال الأوراشات المحاضرات، وعندنا اليوم محاضرة رفيعة المستوى حول دور البحوث العلمية والزراعية لأجل المواجهة للتحديات للتغيرات المناخية. فاحنا كنعرفوا بأن هذه التغيرات المناخية أصبحت يعني متكررة جدا، أصبحت عنيفة، وصبحت يعني كتوسع في كل أنحاء العالم، فولت بقى يعني الموضوع مشترك خصوصا في بحر الأبيض المتوسط وفي القارة الإفريقية. فعندنا في هذه الدورة ضيف شرف هو المملكة الإسبانية، لأن كنقسموا معها هذه التحديات وهذه الإشكاليات نتاع التغيرات المناخية وديال الفلاحة، يعني الأنظمة الفلاحية متشابهة، وكذلك عندنا عدة بلدان أفريقية اللي مشاركة وعندنا كذلك نفس التحديات. فموضوع اليوم يعني الإشكالية ديال اللي كتطرح يعني بالفعل ديال التغيرات المناخية إشكالية معقدة، ويمكن نلخصها في المعادلة، حل المعادلة ديال كيفاش يمكننا نجو أكثر وأحسن، أكثر فيما يخص الكمية ولكن أحسن كذلك فيما يخص تنوع ديال المنتوجات الفلاحية، ولكن بأقل ما يمكن من استعمال الموارد يعني الطبيعية وخصوصا الماء والتربة. فهذه المعادلة ما يمكن الحل ديالها إلا بالبحث والابتكار ووجود ويعني ابتكار حلول ممارسات جيدة اللي كتخلينا نمشي والفلاحة أكثر فعالية إيكولوجيا. وهذا هو الموضوع، يعني صلب الموضوع، والبحث العلمي ما عندوش الحدود، ما يمكنناش نوجدوا يعني الحلول إلا بالتعاون والشراكة مع يعني الشركاء ديالنا لا في البحر الأبيض المتوسط ولا في إفريقيا ولا في العالم طبعا. فاليوم حاضرين يعني عدة وزراء من إفريقيا، حاضر وزير يعني الإسباني كذلك لتقاسم تجارب، وحاضرين عدة خبراء وأساتذة جامعيين وباحثين من كل يعني بلدان العالم. فمحاضرة مهمة جدا فيما يخص يعني أولا المعرفة العلمية بالنسبة لهذه الظواهر، ولكن كذلك بالنسبة للابتكارات والحلول اللي تكون يعني ميدانية، كيفاش يمكننا هذه الحلول توصل يعني الفاعلين، لا من فلاحة ولا من كسابة في الميدان، ونواجهوا يعني هاد المعضلة. هذا الشيء يعني احنا داخل عندنا في استراتيجية ديال الجيل الأخضر اللي عندها ممارسات مهمة جدا، وغادي تكون يعني مناسبة باش نعرضوها وباش نتقسموها، ولكن في الرؤية كذلك ديال التعاون ديال بلادنا مع الدول الإفريقية خصوصا في إطار الرؤية الملكية ديال التعاون جنوب جنوب، واللي القطاع الفلاحي يعني كي هو واحد المحور مهم جدا، والبلدان الإفريقية كتطلب النموذج المغربي، واليوم مناسبة باش نمشيو يعني في تشاورات وفي عقد يعني برامج مشتركة. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.